اخواتي بالنسبه لهذا الحجاب المزرق صراحه انا ما تلبسوش اطلاقا، تلبس لون واحد. راه نتوما دائما كتشوفوني في الفيديوهات كنلبس لون واحد، لبستو لكم فقط باش تشوفوا كيفاش كيجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي الغاليات، كي دايرين؟ احوالكم طيبه؟ اسال الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. شكرا لكم على التفاعل ديالكم في اخر فيديو، فعلا ما شاء الله كان الفيديو زوين وكانوا فيه موديلات فنين. الا كنتي مازال ما شفتيش لا فيديو، ارجعوا البنات الفيديو اللي قبل وشوفوا فيه الموديلات، حطينا فيه ثلاثه ديال الموديلات زوينين، شي حاجه اللي ما شاء الله غزاله وانيقه. بالنسبه للمحل ديالنا كاين في الدار البيضاء في الولفه، بالضبط حنا كاينين في الحاج فاتح اون فاس مع المخبزه ديال بلادي، كتطلعوا الفوق كتلقاو المحل ديالنا. حنا كاينين في القيصريه ديال الذهيبيه، فمرحبا بكم جميعا. بالنسبه للارسال كنديروه في ما كنتي توصيل حتى البيت. بالنسبه للموديل اللي جيت نوريكم اليوم اللي خدمتو وعاودتو وخدمتو وعاودتو واليوم عاوزاني خدمناه لكم، اللي هو عباءه الاميرات بشكلها الجديد اللي كتجي البنات في هذا الشكل. شوفوا لي ما شاء الله شحال فيها ديال العرض، اللباس اللي ما شاء الله كيكون فضفاض ساتر، ما كنسقرموش عليكم في الثوب، كنلبسوكم الثوب ما شاء الله. الجوده ديال الثوب رائعه، وكذلك حتى الموديل ما شاء الله نال الاعجاب ديال الاخوات، فراه عاودت لكم وحطيت لكم فيه لي طاي بثلاثه، ففي الطاي ام والال وحتى الاكس ال. كي شفتوا كيجيو هنا في الصيفات البنات، بالنسبه للاخوات اللي كيرضعوا كيجيو هنا الصيفات، فيه هنا الفرونساج وكتجي ما شاء الله اللهم بارك راه عادي مكان، وفيها كيف قلت لكم لي طاي كاملين، وفيها ما شاء الله مجموعه من الالوان. بقاو معايا ما تمشيو فين باش نوريكم اللوينات. بدونك هذه الحياه فراغ، بدونك هذه الحياه فراغ، ووحدك من يستحق الحياه، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا، على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شدا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا، وفي الروض حين تفتح ثغرا وماس النظير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة، رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى، وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا، رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زها في علاه، تعاليت لا لن أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى، أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى، وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه، فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سواه، لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة، لأجلك أحيا لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة، بدونك هذه الحياة فراغ، بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا، على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شدا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا، وفي الروض حين تفتح ثغرا وماس النظير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة، رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى، وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا، رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زها في علاه،
تعالي دلالا أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى. أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى. وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بمياه. فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سوى. لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة. لأجلك أحيا لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة. بدونك هذه الحياة فراغ. بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة. فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل. وهذا أخواتي الموديل الثاني اللي غيكون في الفيديو هذا. بالنسبة للموديل الناس المغرب شريكم موديل عباءة ياقوت. عباءة اللي كيجيو فيه هنا دي بلي دي بانس عفوا فيها جوج ديال لي بانس كايدا ولا عرض بزاف لتحت. شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال ديال العرض كتعطيك لتحت. كتجي ما شاء الله روعة. كتجي طيحة من الفوق راه كتجي قياسك كتجي على الكتاف. هانتوما بالنسبة للكتيفات والكميمات كيجيو لحد في القد. موديل ما شاء الله كيجي غزال اللهم بارك. وفي نفس الوقت ساتر وأكيد أنيق جدا جدا. الخدمة ديالو بطبيعة الحال كتجي متقونة. كي كتشوفو هاد الكميمات كيجيو فيهم هنا صديفات كيتحلو وانيات زوينين ما شاء الله. بدونك هذه الحياة فراغ. بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة. فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة. سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا. على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا. وفي الماء لما أردت الشراب وفي الزهر لما تنام شذا. وفي الشمس حين أضاءت جمالا وفي البدر حين أنار دجا. وفي الروض حين تفتح ثغرا وما سنضير به والمياه. وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة. رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى. وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا. رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زها في علاه. تعالي دلالا أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى. أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى. وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بمياه. فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سوى. لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة. لأجلك أحيا لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة. بدونك هذه الحياة فراغ. بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة. فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة. سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا. وهذا أخواتي غيكون آخر موديل اللي غتشوفوا في الفيديو هذا. هذا الموديل الثالث البنات. فيه هنا لاستيك في رأس لكم ومن هنا فيه قطعة. كيجي ما شاء الله فيه هنايا بانسا وحتى في الظهر كاينه فيه بانسا. كيجي ما شاء الله عريض. شوفوا البنات العرض اللي فيه فما شاء الله كيجي الموديل عريض. كنتي عامره طويله كيف ما بغيتي تكوني فما شاء الله هذا الموديل كيجي مع جميع المقاسات اللي كتلبس طي ام فحالي راه كيجيك فحال هكا. كيجي في هذا الشكل. هذا هو الموديل ديالو فراشه. واللي كتلبس طاي كبيره يعني اللي كتلبس الدوبل ولا التريبل انت يا اختي تبارك الرحمن ما شاء الله يعني شحال من كنتي كتلبسي فراه غادي يجيك في المقاس هو هذاك.
وبالنسبه للحجابات فرحنا دايرين لهم الحجابات معهم. هذه العباءه هي والزيف ديالها دايره 250 درهم حاليا. بالنسبه للالوان راه متوفرين فيها مجموعه الالوان. بالنسبه للحجابات فراه فيهم متر ونص على متر ونص. صبروا معايا نوريكم. بالنسبه للحجابات البنات كيف قلت لكم فيهم متر ونص على متر ونص. عندنا فيهم الاشكال والانواع. شوفوا لي الزيف راه كبير، الزيف ما شاء الله كيكون كبير، فيه الاشكال والانواع. بغيتي تلبسي لون واحد، بغيتي تلبسي لون واحد في الزيف مرحبا، بغيتي المزركش مرحبا، اللي بغيتي. يكفي انك تواصلي معنا في الواتساب اخوات. هاد الالوان اللي غتشوفوا ديروا لهم سكرين وتواصلوا معنا في الواتساب وتشوف معكم البنت ان شاء الله باذن الله اللون اللي بغيتو غتلقاوه ان شاء الله. خواتي بالنسبه لهاد الحجاب المزركش صراحه انا ما تلبسوش اطلاقا، تلبس لون واحد. راه نتوما دائما كتشوفوني في الفيديوهات كنلبس لون واحد، لبستو لكم فقط باش تشوفوا كيفاش كيجي مع العباءه. انا بريئه. هذا ما كان اخواتي، والى ها هنا ان شاء الله نلتقي ان شاء الله باذن الله فيديو مقبل. بقاو معايا باش تشوفوا اللوينات اللي كاينين في هذا الموديل هذا اللي داير فقط 250 درهم. ثوب ريحانه الممتازه، توصيل متوفر لجميع المدن. فيما كنتي التوصيل حتى البيت، فقط تواصلي معنا داخل الدار البيضاء التوصيل متوفر. بالنسبه للجاليه اخوات اللي خارج المغرب كذلك ومثال التوصيل متوفر، مرحبا بكم. يلا تشوفوا معايا الالوان. اهلا بضيوف قد جاءوا. اجزهم الجنة يا باري. اهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسالي. جاءوا للحفل على شوق، فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. أسعد يا ربي والدتي، كم سهرات من أجل ليالي. ومعلمة كانت فينا، تسمو بعظيم الأفعال، تسمو بعظيم الأفعال. أهلا بضيوف قد جاءوا، فبدوا كالنهر المنسابي. جاءوا للحفل على شوق، فاجزهم الجنة يا باري. فاجزهم الجنة يا باري. أنعم بضواف الأخلاق، وبيارى حسن الإصرار. وغرام تريد الخير لك.